السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. في السنوات الأخيرة، خلينا نقول في السنين الثلاثين الأخيرة، بدأ عمل المرأة يطفو على السطح. أصبحت المرأة عاملة بكل مجالات الحياة، وأصبحت لدرجة أنها تنافس الرجل على كل الوظائف التي كانت في السابق حاصلا على الرجال، أصبحت النساء تدخلها. وأضرب على سبيل المثال للحصر المجال العسكري، الآن تشوف العسكريات أكثر النساء أكثر من الرجال. مجال مش عارف إيش، كان قبل كان يحتاج عضلات يحتاج رجال، الآن النساء سابقت عليه لدرجة أنه أصبحت بالبطالة بين الرجال بسبب هذا الأمر، حدث ولا حرج. ليس هنا مربط الفرس. مربط الفرس، هذه المرأة العاملة قد تكون زوجة ولديها بيت وأبناء، عملها هذا بالتأكيد على حساب بيتها وأبنائها، فهي تخرج من الصباح إلى المساء للعمل، يبقى الأطفال إما إذا كان في عندهم جدة أو تيتة مثل ما يقولون كان به، ما عندهم ولا عند الخدامة، وهذه تربية الأطفال راحت باتجاه آخر. هذه من مساوئ عمل المرأة، نتكلم عن مساوئ البيت. ما النظافة قد تكون معدومة، الاهتمام قد يكون معدوم، مسألة الأكل يمكن تطبخ من الأسبوع من الويكند للويكند، تطبخ الأسبوع كامل ويتم نسخ من الأكل، مع أن تسخين الأكل من الثلاجة بعد صحيا خطر على صحة العائلة. هذه بند ثاني. البند الثالث والأهم وهو مربط الفرس، الأمور المادية. يبدأ على أثر هذا الأمر يحصل الخلاف المادي، ادفع أنت ادفعي أنت، لا أنت مسؤول لا أنت مسؤولة، ليش تشتغلين وهذا راتبي لي وهذا مولي، وهذا تبدأ الأمور مشاكل تحدث نتيجة بالذات الأمور المادية. الزوجة تبي تعمل وتترك بيتها وتترك عيالها وتاخذ الراتب حطه مخباه وتقول للزوج اصرف انت. طيب اوكي اصرف انت، اقعدي ببيتك وعند عيالك وانا اصرف، ما في مشكله. اما انك تتركين البيت، يمكن ارجع انا قبلك على البيت وتعال والله اصرف انت، ليش يا بابا؟ الحياه مشاركه، تدفعين مثل ما ادفع، مثل ما انت عامله انا عامل، والحياه والاسره تكون على الشراكه. صحيح انت شرعا لك ذمه ماليه خاصه وانا لي ذمه ماليه خاصه، ما في اشكال، لكن من باب المشاركه، من باب القيام بالواجب الصحيح، بما انك اخترتي ان تكوني مرأة عامله، عليك ان تتحملي هذا الاختيار، تشاركين في نفقات البيت مثلك مثل الرجل، ومصاريف الابناء كذلك، اذا كان وفي خدامه كل شيء يتم مناصفته من باب العدل والإنصاف. ولا جلسي ببيتك وحملي مسؤولية، يقول لي أنت أصرف خلاص، أنا بربي العيال وبتم بالبيت وأنت عليك الأمور المادية. ذيك الساعة أنت بريئة الذمة. أما المحاكم غاصة بالقضايا المادية والمشاكل المادية اللي حاصلة بين الزوجين، راتبي وراتبك وراتبك وراتبها، وها لما جرى ولليوم وبكرة وبعد بكرة المشاكل هذه متكررة وكثيرة، والأسباب مادية، لأننا أصبحنا إحنا كبشر نلهث كثيرا وراء المادة.
كلنا بدون استثناء. سأل الله أن يصلح البال ويهدي الحال ويصلح بال جميع المسلمين والأسر تكون بخير. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.